ومن القلعه البيضاء نروح للقلعه الحمراء، وتحديدا فريق النادي الاهلي. واستقر خلاص مسؤولي النادي الاهلي ان هم يسافروا بطائره خاصه الى تنزانيا لمواجهه فريق سيمبا في ضربه البدايه ببطوله الدوري الافريقي لكره القدم. وتقرر سفر فريق النادي الاهلي ان شاء الله يسافر يوم 18 اكتوبر الجاري لخوض المباراه المقرر ليها ان شاء الله يوم 20 من نفس الشهر. زي ما حضراتكم عارفين بيستاهل النادي الاهلي منافسته في بطوله الدوري الافريقي لكره القدم بمواجهه سيمبا، هتكون مباراه يوم 20 اكتوبر القادم في تنزانيا، ثم تقام مباراه العوده يوم 24 اكتوبر بعد مباراه الذهاب على طول باربع ايام، وتقام في القاهره على ان يلعب بقى الفائز بينهم مع الفائز من ماميلودي سان داونز بطل طبعا جنوب افريقيا وبيترو اتلتيكو بطل انجولا في نصف نهائي البطوله اللي تقام للمره الاولى هذا الموسم ومشاركه 8 انديه افريقيه. وطلب مسؤول النادي الاهلي من نظرهم في اللجنه المنظمه لبطوله الدوري الافريقي لكره القدم انهاء ازمه اللاعبين الاجانب الدوليين بالفريق خلال مباراه الاجنده الدوليه اللي هتكون في شهر اكتوبر الحالي. الاهلي بيعاني فعلا من ازمه بسبب توقيت مباراتي سيمبا وتعارضها كمان مع الاجنده الدوليه في اكتوبر الحالي، وبيزداد الامر صعوبه بسبب تواجد يعني اكتر من لاعب اجنبي من النادي الاهلي مع منتخب بلاده، يعني اليو ديانج موجود مع منتخب مالي، بيرسي تاو موجود مع منتخب جنوب افريقيا، وعلي معلول مع منتخب نسور قرطاج المنتخب التونسي. فبالتالي يعني هتكون ازمه بسبب ارهاق اللاعبين. فالنادي الاهلي بيحاول ان هو يحل مع اللجنه المنظمه لبطوله الدوري الافريقي هذا الشان عشان يتم حله واللاعبين الدوليين يكونوا معاه في مباراه وهتكون قويه امام فريق سيمبا التنزاني. وسيمبا من الفرق الكبيره، يعني مش فريق صاحب باع وتاريخ كبير في القاره الافريقيه، لكن من الفرق اللي بتقدر هي بتلعب كوره كويسه، وهيكون طبعا منافس قوي امام النادي الاهلي في ضربه البدايه للدوري الافريقي. اما برضو على صعيد اللاعبين المصابين، عايز اتكلم على اللاعبين المصابين في النادي الاهلي. طلب سويسري مارسيل كولر مدير فني النادي الاهلي تقرير خاص من احمد جبالة طبعا رئيس الجهاز الطبي الحالي للنادي الاهلي عن حاله عمرو السوليه لاعب خط وسط الفريق وموعد عودته للانتظام في التدريبات الجامعيه بعد طبعا الاشاعه الاخيره اللي اجراها اللاعب. ومن المقرر ان ينتظم السوليه في التدريبات الجامعيه للفريق النادي الاهلي بعد 15 يوم من دلوقتي. اقترب خلاص اللاعب من انهاء خلاص البرنامج التاهيلي الخاص به للتعافي من كان جاله تمزق في العضله الخلفيه واللي ابعده عن مباريات النادي الاهلي بعد طبعا منذ بدايه الموسم الحالي. وتسببت الاصابه دي في غياب عمرو السوليه عن خوض فتره الاعداد كمان اللي كانت في النمسا، وكان بيتعالج بالعلاج الطبيعي رغم قرار الجهاز الفني باصطحاب طبعا اللاعب الى النمسا لينفذ البرنامج التاهيلي الخاص به. فخلاص السوليه بيقترب من تدعيم النادي الاهلي بعد اسبوعين من الان لينضم بقى كتيبه خط الوسط امام عاشور طبعا بكل تأكيد اليو ديانج، وكمان قفشه بدا يستغله في المنطقه دي. كولر شفناه تالق في المباراه الافريقيه الاخيره، شفنا طبعا قدر ان هو يتالق في المباراه الاخيره، وكمان وجود اكتر من لاعب في منطقه عوده اكيد اكرم توفيق هتفرق جدا مع النادي الاهلي في الحته دي. فبكل تاكيد كل ده مع اكيد مروان عطيه كمان يكون منطقه الخط الوسط، خط وسط النادي الاهلي اصبح خط وسط ثقيل بمعنى الكلمه، وهيدي طبعا هيفرق معاه سواء على الصعيد المحلي او على الصعيد الافريقي. كمان